أنا اسمي أدهم محمد، سايبر سيكيورتي أركتكت في CYSHIELD. It's a cybersecurity consultation company founded in 2016. محتاج أسأل بس، does anyone of the attendees has any problem in understanding Arabic? Because otherwise, I think it's better to resume in Arabic. عشان كان في شوية جنسيات بس مختار في بيلعبوا CTF فقلت يمكن حد فيهم حاضر يعني. Okay. سريعا كده أشرح يعني أنا مين. أنا بيزيكلي في الفيلد بتاع السايبر سكيورتي ده من ساعة وأنا في الكلية يعني قبل ما أتخرج، عندي باشن فيه شديد جدا. الباك جراوند بتاعتي جاي من اكستنسيف ديفلوبمنت، اشتغلت في شركة انتجريشن، كنت بركب سكيورتي أبلاينسز في ميجر يعني انتربرايز فاينانشال سيكتور في جزء الديفنس، وبعدين اتحركت لجزء البينتريشن تيستينج از ان يعني الاوفنسيف سكيورتي والريد تيمينج والحاجات دي. بعدين ليتلي اما اي جويند CYSHIELD يعني كنت في براكتس بتاع الار ان دي ريسيرش اند ديفلوبمنت، ودي الحاجه اللي احنا ابتدينا بيها في الشركه عندنا عامه. فاحنا بن اكسبلور برودكتس وبن اكستند برودكتس ونشوف البيزنس كيسز ويوتيلايزيشن بتاع الديفرنت سيناريوز بحيث انها تفيت الكاستمر نيدز يعني، وفي حاجات بنضطر نعمل فيها ايدج ريسيرش عشان يعني تبقى ابليكابل في الريل وورلد يعني. وبطبيعه شغلنا ككونسلتنتس احنا مش فيندر بيزد، فلازم بنبقى شغالين مع التكنولوجيز نيوترال، ما ينفعش ابقى عندي بايس توردز تكنولوجي معينه وابقى بفكر في الاتجاه ده. التوك النهارده ان شاء الله هتتكلم عن يوتيلايزيشن بتاعت كذا اوبن سورس سكيورتي تول مينلي في الانتربرايز انفايرمنتس، بحيث نقدر نشوف اسبر الاجنده بتاعت النهارده ايه للناس اللي ما عندهاش خلفيه قوي يعني ايه اوبن سورس اصلا تول. وبعدين عشان الموضوع براكتيكال شويه انا هوريكم زي كويك درافت كده للنتورك دياجرام كنت عامله، بحيث انه بيبقى فيه معظم الكيسز اللي موجوده في الكوربريتس على سكيل صغير بس ستيل ابليكابل، المفروض دي فيها مشاكل هنشوف ازاي نقدر نحلها. وبعدين نبتدي نتكلم اكتر شويه في كام امبلمنتيشن الاوبن سورس سكيورتي تول بحيث تقدر تفولفيل السكيورتي نيدز بتاعت الانفايرمنت. لو حد عنده سؤال ما عنديش مشكله وانا في برزنتيشن حد يرفع ايده ونبوس فيها. في الاخر ممكن نتكلم كده سريعا عن حته السور السكيورتي اوركستريشن والريسبونس ريجاردنج ان انا في عندي اكشن معين لقيت انه ماليشيس فعاوز ابتدي اخد اوتوميتد اكشن عليه. في جزء تاني برضو اقدر اكلمكم في حته ايه تشالنجز بتاعه ان حد امبلمنت اوبن سورس تولز ان جنرال، يعني الموضوع بيبقى ليه طبعا كونسيكونسز فهنتكلم برضو سريعا عنها. نبتدي برزنتيشن بيزيكلي اما اتكلم على حاجه اوبن سورس الناس بيبقى عندها فكر ان كل الحاجه اوبن سورس دي معناها انها فري وخلاص. هو الموضوع مش بس كده، الكونسبت اما يبقى في حاجه اوبن سورس از ا تول او ا بروجرام معنى كده انه it is open for contribution من community، يعني ممكن اي حد يقدر ياخد كلوم الكود يعدل فيها يحط personal features. وطبعا على حسب اللايسنس بتاعت التول، في تولز بتقول لك والله ممكن تعدل فيها بس ما ينفعش تستخدمها for business use cases، محتاج تدفع اكسترا فيه. لو عاوزها personal ما فيش مشكله خالص. في ناس ثانيه ممكن تقول لك والله لا ممكن حتى تستخدمها وتحطها في products بتاعتك بس لازم تحط اسم ان التول دي هي واخده الانجن من عندنا كجزء من اللايسنسنج موديل يعني، فدي بتختلف. بس جنرالي سبيكينج لما بنتكلم عن اوبن سورس معنى كده ان انا اقدر ابص على السورس كود بتاع الحاجه واعدل فيها. ده طبعا بيديني شويه مزايا، اقوى حاجه فيها كنترول، ان انا مش ان انا جايب كلوزد بوكس او كلوز سولوشن مش هقدر اكستند فيها او اعدل فيها، لا انا معايا سورس كود فايتس ماتر ان انا افهم التوبولوجي ويبقى عندي اكسبيرينس في اللانجوج بحيث ان اقدر اكستند فيتشرز. في جزء تاني طبعا انها حاجه كوميونتي مفتوحه لناس كتير جدا انها تشتغل فيها، فهتلاقي ناس كتير عامله يوتيوب فيديوز ككوميونتي كتريننج وايز وحد عامل بروجكت فيشرح لك عمله ازاي، فحلوه جدا في الموضوع ده. جزء السكيورتي هنا بقى تلاقي ناس بتختلف شويه في الاقاويل، في ناس تقول لك والله كون الحاجه اوبن سورس ومعايا سورس كود اودت يعني سورس كود فده ممكن يخلي الفيكتور بتاع الاتاكس اكبر لانه في الاخر انت معاك سورس كود فاي حد ممكن يطلع فانربيتي ات الليفل بتاع السورس كود فيبقى دي مشكله. بس في نفس الوقت بما ان الناس كلها شايفه الكلام ده فاللي هيطلع مشكله في سورس كود عاده هيريبورت الحته دي وتتصلح بسرعه. ف اتس ا ديبيت يعني، بس جنرالي انا شايف انه سكيورتي اما بتفتح الحاجه للناس بحيث ناس اكتر تشتغل فيها ده بيخلي الموضوع اقوى يعني. حته الاستابيليتي دي برضو فيها قيل وقال، وانا بصراحه دي حاسس انها يعني بروجكت بيزد قوي. اما اجي اقول ان البروجكت ده كونه اوبن سورس ستيبل ولا لا بيبقى ليها فيكتورز مختلفه. انا لازم اكون واثق ان المينتينر بتاع البروجكت ده شركه ستيبل او جروب ستيبل وعدده كبير، مش هاجي كمان سنه بعد ما اكون قضيت وقت اتعلم فيه ان الشركه دي تقفل ولا البرودكت ده خرج اوت اوف سبورت. ف
فده اللي اقصده من ناحيه ستابيليتي. هل الكلام ده تيستد كويس على سيستمز مختلفه ولا على حسب اللاب بتاع الناس اللي عملوه؟ فدي برضو فيها فاريشنز. حته اتكلمنا فيها حته هل معنى انه فري يبقى ببلاش. هو في معظم الكيسز البروجكتس الانتربرايز كاوبن سورس بيبقى فيها في بس مش عشان تداونلود الكود او تعدل فيه، بيبقى عشان السبورت. انا ممكن شركه عاوز استخدم ولنفترض حاجه زي بي اف سنس بس ما عنديش الكابابيلتيز ان انا اعمل امبلمنتيشن، فممكن ادفع فلوس للشركه بحيث تيجي تعمل امبلمنتيشن وتديني تريننج وشكرا، وابقى انا اكستمايز واعدل براحتي بعدين. بتبقى زي سبورت فيه بحيث ان انا وقت ما اتزنق في حاجه هم يقدروا يخشوا، ما بقاش معتمد على ريسورسز عندي. فده معظم الكيسز بالنسبه للفيز يعني. او انا عاوز ازود فيتشر بس انا مش عاوز اكتب الكود بتاعها، فاتكلم مع الشركه اقول لها عاوز فيتشر فلانيه، فتقول لي خلاص دي هتاخد مننا من دايز كذا تمنها كذا فتدفعها. يعني سامبل اكزامبلز على الابلكيشن اللي نتكلم فيها على اوبن سورس ريليتد بالسكيورتي، في حاجات زي اون كلاود، نيكست كلاود، ان ماب، ميتا اسبلويت، سنورت، واي شارك. المفروض الناس اللي شغاله في السكيورتي دومين فاميليير بمعظم الحاجات دي يعني. او اس كويري دي تول بتنزل على الاند بوينتس، بتجيب لك اناليتكس عن كل حاجه بتحصل جوه الماشين، البروسيس القايمه واخده ميموري قد ايه، اليوزر الكرنتلي لوجد ان. فبتبقى حلوه جدا انك تجمع متريكس من جوه الماشين نفسها. دي لو ديبلويد في دومين انفايرمنت هتبقى عندك انسايت على ايه اللي بيحصل جوه كل ماشين. هنتكلم في الاخر على الاستيك ستاك كالك يعني، هنشوف يوتيلايزيشن بتاعتها ايه. واير شارك دي تول بتعمل نتورك كابتشر للباكيتس وبتفيجواليز الموضوع ده، وليها سكريبتنج انجن واوبن سورس باي ذا واي، في ناس كتير ما كانتش عارفه الموضوع ده. ميتا اسبلويت دي فريم ورك الناس اللي شغاله في السكيورتي عارفه ان دي الفريم ورك اللي بتستخدمها عشان اما تيجي يبقى عندك كايند اوف فوت هولد على ماشين عاوز تاكسبلويت ماشين، ففي الاخر هي دي فريم ورك اللي فيها الكود بتاع البلجنز والاكسبلويت والتفاصيل دي. في ناس كتيره واخده منها فاريشنز ومعدله في انكودرز عشان ما تمسكش بفيروسز. ف ان ماب نتورك سكانر، واكشلي ان ماب يعني بيكون اوبن سورس واللايسنس بتاعته بتسمح له انه يكون بارت من بروجكتس ثانيه. في انتربرايز بروجكتس كتيره مكستمايزه في الام ماب انجن ومستخدماه، مش كاتبين السكانر فروم سكراتش. سنورت وسوريكاتا انتروجن ديتكشن سيستمز وانتروجن بريفنشن سيستمز نتورك بيزد. سوريكاتا ده برانش من سنورت، يعني الكور انجن اصلا متاخد من سنورت بس عملوا برانش تاني وابتدوا يزودوا فيتشرز، وبقى في زي فاينانشال موديل على اللايسنس السيجنتشرز اللي انت بتنزلها. فسنورت اللي ابتدى واتاخد منه برانش. انا حطيت الاثنين دول كاكزامبل انه ازاي ممكن يبقى في اثنين اوبن سورس بروجكتس معروفين متاخدين من نفس الانجن. ممكن نبتدي شويه في جزء عملي. دي سامبل كده درافت سريعه للنتورك دياجرام فيري سامبل. افترضوا ان في انفايرمنت موجوده بالشكل ده، في عندي كلاينت ماشينز جويننج دومين كنترولر، وفي عندي هوست ماشين فيها دوكرز بتسيرف بقى وات ايفر انجن اكس ويب سايتس او حاجات للكاستمرز. في كذا كلاينت ماشين والناس فاتحه اس ام بي شيرز وبتنقل شيرز ما بينها وبين بعضها. فعاوزين اديكم دقيقه كده تفكروا من فروم سكيورتي برسبكتيف ايه المشاكل الموجوده في ديزاين بالشكل ده. يعني كوربريتس كتيره جدا عندها حاجات بالمنظر ده، طبعا ممكن يبقى في بدل السويتش ده 10 بس في الاخر ماشينز كلها دايركتلي واصله عليه وماشينز كلها بتكلم بعضها وكلها بتكلم الدومين كنترولر. فخدوا دقيقه بس كده تفكروا شويه سكيورتي ايشوز موجوده في الديزاين ده عشان لما ننقل السلايد الجايه تقدروا تمابوا الموضوع. ومش من ناحيه افيلابيلتي يعني، ما حدش يقول لي ما فيش باك ابس للستورج، ما فيش باتش مانجمنت وكده يعني، فكروا حاجه دايركت سكيورتي. طيب بيزيكلي دي سامبل من المشاكل اللي كانت موجوده في الديزاين اللي فات، طبعا في اكتر من كده بكتير جدا بس دي اللي احنا هنكفرها في السلايد. اول نقطه زي ما احنا شايفين هو كل حاجه داخله على بعضها، مفيش حاجه بتقول لي في فيلان اليوزرز، في فيلان الديسيز، في عندي دي ام زي. فده بيخلي من الاخر اي ماشين تعرف تكومنيكيت مع اي ماشين ثانيه. حته بقى معاها بريفليجز ولا لا، ده توبيك ثانيه هنبص عليها برضو. في جزء ثاني ما عنديش اي نوع من لوج كولكشن، يعني سيمبلي لو حد دخل عمل المشكله في اي ماشين ما عنديش اي نوع من لوج كولكشن، ما عنديش سنترلايزد لوج مانجمنت، فمش عارف اتراك ايه اللي حصل. مش بتكلم بس عن انسيدنت، بتكلم ان انا وانا شغال مش عارف ايه اللي بيحصل عندي في النتورك.
ما عنديش برضو حته شيرنج ريسورسز ان انا اعتمد على ويندوز اس ام بي شيرز، دي بتخلق مشاكل كتيره وبتفتح فيكتور اتاكس كتيره جدا، وبضطر ساعتها انيبل كوميونيكيشن ما بين كل الماشينز وبعضها، وده سكيورتي وايز مش صح، مش عارف احط رول على فاير وول لو بزنس كيس بتاعتي ان الماشينز بتكلم بعضها. حته ان ما فيش اي نوع من النتورك انتروجن بريفنشن ولا حاجه بتشتغل حتى اتليست سيجنتشر بيزد، دي ممكن تخلي عادي ان اي حد يعمل اتاك ومفيش اي نتورك ديفايس هتكابشر الموضوع ده. مفيش حاجه فيها اوتوميشن من ناحيه الديفنس، يعني لو حد عمل عندي اتاك مفيش اكشن هيبلوك، او مفيش حاجه هتالرت النتورك ادمنستريتور او الانسنت ريسبونس تيم في المكان انهم ياخدوا اكشن. دي كلها مشاكل من مشاكل كتيره جدا موجوده في الديزاين، بس احنا هنغطي دول في الميتيجيشنز. سبوزلي معلش الالوان بس مع برزنتيشن متغيره، بس احنا المفروض هنعمل ديزاين بالشكل ده. هنتكلم عن بي اف سنس as an open source يعني firewall فيه capability انه يأكت as an intrusion prevention system, intrusion detection system وapply عليه modules كتير. هستخدمه عشان اعمل segregation للnetworks واقسم الدنيا عندي zones. الدومين كنترولر والحاجات الcritical servers عندي هتبقى محطوطة في DMZ ويبقى ليها configuration معينة. الdemilitarized zone هيبقى في عندي الزون اللي فيها اليوزرز اللي داخلين as من endpoints على الدومين كنترولر. في عندي staging environment عشان لو الشركه فيها developers محتاجين يبقى عندهم administrative access على الماشينز بتاعتهم، فدول مفصولين في زون ثانيه اللي هي rules مخصوصه. في ناس ممكن تحتاج تاكسس الانفايرمنت من البيت، either هيخش يجيب documents او محتاج يأكسس الماشين بتاعته، فالمفروض هي access through VPN server، وبرده الحاجات دي موجوده على as modules على pfSense. هو ده مش احسن ديزاين، بس انا بحاول اخلي الموضوع little bit more secure. والصح طبعا يبقى في اوت اوف باند مانجمنت وافصل حاجات كتيره جدا اس دي اتش بي سيرفر ودي ان اس سيرفر ما يبقاش موجودين على المين يو دي ام بتاعتي او المين فاير وول بتاعي. ندي بريفيو سريع عن بي اف سنس. بي اف سنس الناس ما تعرفش ده اوبن سورس تول ليها كذا فورم ممكن تنزل بيه. بيزيكلي هو بياكت از ا فاير وول، يعني اوت اوف ذا بوكس ممكن تحط عليه اكسس كنترول ليست تقول انهي اي بي يشوف انهي اي بي على انهي بورت، ممكن انتجريت مع اكتف دايركتري عشان يوز اليوزرز وكمبيوترز. وفي حاجه كويسه جدا ان ممكن اقدر انزل عليه باكجز، فاقدر انزل سنورت از ا موديل عليه، ممكن انزل حاجه تول اسمها اربوتش على بي اف سنس بحيث ان لو في ناس بتعمل ار بويزنينج مان ذا ميدل اتاكس في النتورك اكتف لا يقعد يسكان، والناس اللي عندها نفس الماك ادرس هيطلع لي بيها اليرتس ممكن ياخد اكشن انه يبلوك الناس دي. فهو يعني كان بي اكستندد بشكل كبير جدا. يعني في برضه ممكن ينزل عليه موديولز بتاعت لود بالانسنج ك اتش اي بروكسي، ف يعني موجود فول اوف فيتشرز لو قعدت اتكلم عليه ممكن اخد برزنتيشن لوحدها. بس سريعا يعني كشويه فيتشرز، ممكن يبقى في جزء سنترلايز دي ان اس بحيث الماشينز ما تريزولفش دي ان اس مع نفسها لوكالي، ابقى قادر عندي سنترلايز دي ان اس سيرفر اللي بيريزولف الحاجات دي. ولو كنت حضرته باشمهندس محمد سامي كان عمل توك عن دي ان اس سيرفر، هو كان مكستمايزه بنفسه. ميزه حاجه بالشكل ده انا لو عندي في اي فيروس اشتغل او في رانسوم وير حب ينشيت كونكشن مع كوماند كنترول سنتر، والدي ان اس سيرفر ده موجود عندي از ليست ان دي ماليشس دومينز، ودي حاجه ممكن تسبسكرايب ليها فور فري من كذا حاجه من الانتليجنس من ثريت انتليجنس بروفايدرز، فاقدر ساعتها اعرف ان في عندي ماشينز معينه انفكتد او في حاجه ماليشس شغال عليها حتى لو ما عليهاش انتي فيروس من الدي ان اس كويريز بس. فاما اعمل سنترلايز الحاجه كلها يبقى عندي مانجمنت اكتر وفيجن اكتر على اللي بيحصل عندي. في بلجنز ثانيه احنا اتكلمنا زي سنوت وارب كوب. انا في فيديو كنت حاطه سريعا ممكن ادمونستريته. مش ده فيديو. بيزيكلي هنا انا كنت منزل بس سنورت از الباكج الوحيده اللي منزلها. زي ما انتم شايفين هنا في باكجز كتيره جدا ممكن برضو افيلبل اوت اوف ذا بوكس، كلها هتعمل لك هات انستول هتبتدي داونلود باينريز، وتحب تكونفيجر بقى الباكج اللي هتنزلها دي لوحدها من ايتم في المنيو فوق. اتش اي بروكسي حتت لود بالانسنج، في حاجه زي لايت سكويد الناس اللي اشتغلت بسكويد قبل كده. ان ماب ممكن انزله واسكان بيه بحيث يبقى في عندي كونتينوس مونيتورنج للنتورك ديفايسز، ولو حاجه جديده دخلت في النتورك اقدر ابقى عارف. سوريكاتا كفاريانت من السنورت.
المفروض يبقى عندي النتورك ديفايسز موجوده في النتورك ابتدي اعرفها في الياس عشان بدل ما اقعد اكتب الاي بي اما اجي احط رولز بعد كده يبقى ليها اسم عشان بعد كده ما احط رولز يبقى اسهل لي اعرف اسم اكتر من الاي بي. دي سامبل كده انا كنت عامل عندي از بير النتورك اللي احنا شفناها في دي ام زي اللي فيها الدومين كنترولر والدوكر هوست اللي فيه الماشينز فمحطوط له رولز عشان الناس من زونز ثانيه تعرف تاكسسه لو رولز دي مش موجوده مش عارفوا يشوفوا بعض. دي الزون اللي كان فيها ماشينز اللي جوه الدومين كنترولر. انا مثلا عاوز احط رول معينه فاقدر اقول السورس هوست الفلاني وهو اوتو كومبليت. مثلا انا مسمي الماشين دي تبع الدومين كنترولر بتاعت ديفلوبر ماشين ممكن تاكسس الدومين كنترولر على البورت اللي انا عاوزه واقدر احط لها رول. طبعا معتمد ان عندي سنترلايزد مانجمنت للرولز المفروض ان انا ابقى مخلي الويندوز فاير وول رولز نفسها مقفوله او مش كاستمايزد عشان ايش بمانج الموضوع من كذا حته. في برضو سيناريو كنت هتكلم عليه قدام انا محتاج اعمل زي SSH هاني بوت. SSH هاني بوت يعني عامل عندي سيرفر هيبقى بي اكت از ان SSH سيرفر الغرض بتاعه انه لو في حد حاول يلوجن عليه هبقى انا عارف ان ده بنسبه كبيره اتاكر لانه ده سيرفر معمول مخصوص عشان يديتكت الناس اللي بتحاول تاتاك النتورك. فلو في حد بيلوجن وبيسبلاي كريدنشلز هبقى عارف ان الاي بي ده موست بروبابلي بنسبه كبيره جدا حد بيحاول يعرف النتورك او بيخش عليها لانه اي بي مش مبعوت لحد فده حد عمل سكان ولقى بورت ده وانتشنلي بيحاول يخش عليه. ففعليا انا عامله زي اتس فيرتشوال اي بي. انا خلقت اي بي جديد 10.0.1.50 ده مش اسايند لحاجه بس عامل نيتنج رول عشان اي حد يكلم 50 يروح للدوكر ماشين اللي عليها الدوكرايه اللي بتاكت از اس اتش هاني بوت. فمن ضمن الفيتشرز اللي تلاقيها في اي ادفانسد فاير وول حته الناتنج دي نتورك ادريس ترانزليشن. ان شورت هي لو اي حد رايح للاي بي ده هيتحول لاي بي تاني على بورت اللي انا عاوزه. انا هنا كنت هعرف هوست جديد اللي هو الاي بي الوهمي اللي انا عاوز الاتاكر ما يروح عليه اعرف ان في حد بيخش على اس اتش. فانا عملت اي بي جديد 50 ده مش اسايند اصلا الديفايس عندي في النتورك فهو اي بي وهمي فعليا. وبعدين حطيت نيتنج رول ان اي حد جاي من الدومين كنترول نتورك اللي هي بتاعت اليوزرز اللي هو موست بروبلي اي اتاكر ممكن يبقى هوكت من هناك لان مش طبيعي يخش من دي ام زي لان دي المفروض عندي في سيرفر روم منفصله. لو هو رايح للاليس ده اللي انا مكريته اللي هو في الاخر دوت 50 لو بيحاول يخش على الاس اتش بورت ريدايركته للاي بي الوهمي اللي انا عامله اللي بيبوينت في الاخر على الدوكر ماشين على بورت اللي راننج عليه الاس اتش هاني بوت. وانس النول دي اتحطت هنشوف فيديو تاني الكلام ده يعني اتاكر وايز المنظر هيبقى عامل ازاي وانا هبقى شايف الكرينشز اللي هو بيدخلها ازاي. بس ده كان زي شرح سريع كده عن حاجه من الفيتشرز اللي موجوده في بي اف سنس. طيب في بورت هنتكلم عليها برضو حاجه مهمه جدا اسمها الالك. الالك دي اختصار لثلاثه برودكتس الثلاثه اوبن سورس بروجكتس. اول واحده الاستيك سيرش ثاني واحده لوج ستاش ثالث واحده كيبانا. اول حاجه اتعملت كان فعليا الاستيك سيرش ودي بتستخدمها كوربريتس كبيره جدا في العالم فيسبوك ويكيبيديا الانجن بتاعه ما تيجي تدور على كويري عشان يبقى في عنده سيرش على كل الحاجات دي بالداتابيز العملاقه بيستخدم الاستيك سيرش في الاخر از الباك اند سيرش انجن عنده. لوج ستاش ده في الاخر ده معمول ليه مين ليه. انا عندي لوجز طالعه من سورسز مختلفه عندي اي اس سيرفر اي اس بي دوت نت ابلكيشنز هوستد عليه فعاوز اكونسيوم الاي اس لوجز. عندي سيكول سيرفر موجود في انفايرمنت او سيكول سيرفرز كتيره المفروض ان انا بكون بلوجن اللوجن اكشنز اللي على سيكول سيرفرز. عندي ويندوز ايفنتس حد بيلوجن على ماشين انترنلي حد بينزل ابلكيشن دي كلها لوجز من فيندرز مختلفه طبيعه الابلكيشن مختلفه الفورمات بتاعها مختلف. لوج ستاش بيقدر يفهم الفورمات دي كلها ويديها بشكل لإلاستيك سيرش عشان اقدر اعمل كويرينج واحده في الاخر ابقى بكلم الاكسس سيرش بكويري الداتا بتاعتي اللي من سورسز مختلفه بنفس اللانجوج.
كيبانا في الاخر هو الداشبورد اليوزر انترفيس اللي انت بتخش عليه عشان تفيجوالايز الريزلتس بتاعت الكونسومشن بتاعت كل اللوجز اللي موجود عندك. وطبعا الحاجات دي ليها اي بي ايز، فانا ممكن اعمل ابلكيشن انتراكت وتجيب لي هات لي مثلا الاي بيز بتاعت الناس اللي عملت فولس لوجنز على السيكول سيرفر ماشينز اللي في الدي ام زي لحد ليفل التفصيل ده ممكن تجيبها. ممكن تاخد بقى بعد كده الحاجات دي تعمل اكشن انك تبلوك الناس دي او تبعت بيهم ايميل، يبقى عندك ديلي ريبورت تبعته للناس ادمنستريتورز على الثريتس اللي خاصه بكل حد من الناس دي. فهو طبعا بروجكت كبير جدا وفي كميه تريننج وكورسز وناس بتتكلم فيه كتير. ده مجرد بريفيو سريع لانك تستخدم اوبن سورس سكيورتي تولز في انفايرمنت. اليوز كيس بتاعتنا هنا ان انا هكونسيوم السيكول سيرفر لوجز والويندوز لوجز عشان اديتكت لو في حد بيعمل كراكنج لويندوز كريدنشلز، بيحاول يخش على ماشين ثانيه بيعمل اس ام بي كراكنج مثلا ثرو اس ام بي كراك اكزاك او وات ايفر تول بروت فورس كريدنشلز، او حد بيحاول يكراك كريدنشلز على سيكول سيرفر. دي برضو شورت بتوضح شويه ايه موضوع انها ستاك. في الاخر اي سورسز بتجيلي المفروض لوج ستاش هيكونسيوم اللوجز دي اللي من ديفرنت سورسز، هيانتربريت اللوجز دي ويدخلها الاليستيك سيرش، وفي الاخر اليوزر من خلال كيبانا هيبتدي انتراكت مع اللوجز دي. في حاجه تانية اتعملت اسمها بيتس، بحيث انه بدل ما بيتس دي في الاخر عباره عن كذا لوج كونسيومر ممكن ينزل على الاند بوينتس. فانا ممكن انزل عندي على الماشين ابلكيشن بتكونسيوم الويندوز لوجز وتبعتها دايركتلي للاستيك سيرش، هما الاثنين مع بعض، عشان لو انا مستخدم بيتس مش هبعت بقى ساعتها اللوج ستاش، طبيعي ان انا هبعت للاستيك سيرش على طول. ليه؟ ودي برضو بتاخد حته من اخر جزء بتكلم عليه التشالنجز. انا لما حبيت اعمل الديمو ده عشان اوريكم التفصيله دي، اول حاجه ابتديت فيها قلت باي لوجيك انا عندي ويندوز ايفنت فيور ده اللي فيه الويندوز ايفنت لوجز، وانا عندي حاجه اسمها سبسكريبشن في الويندوز ايفنتس ان انا اقدر اخلي الدومين كنترول فور اكزامبل او سيرفر جديد يكونسيوم هو اللي يروح يكلم الماشينز يجيب الداتا اللي عندهم في الويندوز ايفنت اللي هي اللوجز اللي جايه من الابلكيشن واي حاجه ويجمعها عنده، بحيث يبقى ده السنترال لوج اللي موجود عندي. بس وانا في الامبلمنتيشن خبطت في كذا مشكله. اول حاجه انه الكلام ده على مستوى حاجات قديمه، الترانسميشن بتاعت اللوجز كانت بتبقى كلير تكست مش انكريبتد. تاني حاجه انه في مشاكل في الامبلمنتيشن، هوريكم صوره. اما بخش على الويندوز ايفنت فيور واعمل حاجه اسمها سبسكريبشن اللي هقول فيها انت هتروح تاخد من انهي ماشينز انهي نوع من اللوجز، في حاجه اسمها مينيمايز ليتنسي ونورمال ومينيمايز باندويث، المفروض حاجات ليها علاقه بالكومبريشن والوقت اللي انت بتاخده عمال ما تسحب اللوجز وكده. انا قعدت ساعه ونص وانا عاملها مينيمايز ليتنسي ومدي اليوزر بريفيجن ويبقى في الايفنت ريدرز، وفي الاخر مش شغاله. بصيت في الام اس دي ان لقيت الناس بتقول سيمبلي فوكك من مينيمايز ليتنسي اعملها نون، ما تعملش اي نوع من الاوبتمايزيشن هتشتغل معاك، واكشوال ده حصل. فالدنيا ما كانتش شغاله اوت اوف ذا بوكس بشكل سريع، كنت عامل يوزر مخصوص لوج كولكتر اللي يسحب الحاجات دي، وبرضه في الاخر ما اشتغلتش معايا، كان بيضرب ايرور لما بيجي كونسيوم في مشكله في حاجه معينه، وام اس دي ان وايز ناس كتير عندها الحته دي وما عرفتش اوصل لها. فده خلاني ابص على ابلكيشن زي وين لوج بيتس دي سمبلي اي اكس اي، انت بتنزله عندك على الويندوز ماشين بتكونفيجر فيه الاي بي بتاع الاستيك سيرش ولو في كريدنشز ليه عشان يبوش اللوجز اللي موجود على اللوكال ماشين اللي انت منزل عليها وين لوج بيتس لالاستيك سيرش. وده الحقيقه بيديك لاير اوف كاستمايزيشن اكتر بكتير جدا من اللي موجوده في ويندوز ايفنت، لان انا اقدر اختار انهي كاتيجوري اللي عاوزها في الويندوز ايفنت فيور اللي هبعتها بانهي تفصيله وانهي بورت والريشيو بتاعتها هبعتها كل قد ايه، ففيري كونفيجربل يعني. فهنشوف في سلايد جايه احد البيتس اللي انا كلمتكم عليها اللي هو وين لوج بيت، اللي هو في الاخر اي اكس اي ابلكيشن بينزل على اند بوينت عشان يجذر اللوجز ويبعتها للاستيك سيرش. في بيتس ثانيه طبعا لو انا ممكن اشتغل على حاجه اصلا نتورك بيست، شغال على ابلاينسز كتيره جدا في النتورك وعاوز بدل ما اشتغل على ويندوز لوجز اشتغل على نتورك لوجز، فالواقعي ان انا استخدم حاجه زي باكيت بيت. فدي كلها في الاخر بلجنز بتنزل على التارجتس عشان تكونسيوم لوجز وتديها للاستيك سيرش.
في حاجات تانية عشان هارد بيتس بحيث انها بتمونيتور كل النتورك ديفايسز لو في حاجه وقعت الاب تايم بتاعها ممكن حتى الكلام ده على برينتر سويتشز ففي بيتس كتيره جدا يعني دي سلايد بتاعت الهاني بوت هاني بوتس ان جنرال هي از بير ديفينيشن بتاع ويكيبيديا هو ميكانيزم انت بتستخدمه عشان تديتكت اي حد بيحاول يعمل ماليشس اكتيفيتي وده بطبيعه الحال بيقول حاجتين ان ده سيستم معمول مخصوص عشان يديتكت الناس دي وده بيبقى على حسب بروتوكول انت عاوزه في ناس عامله هاني بوتس لسيكول سيرفر بحيث ان انت اما تيجي كونكت عليه هو ممكن يدخلك فعليا على سيكول سيرفر بس كل ده سيرفر هارد كودد بس لدي وتليست داتابيزز ويبتدي يشوف انت بتحاول تعمل ايه في النتورك بحيث يدرس الشغل بتاعك كاتاكر بروفايلنج يعني وفي فعليا شركات عامله سوليوشنز كده بتبيع لك مش هاني بوت واحده بقى ممكن هاي نت مديك ماشين تعرف تقوم بيه 10 15 سيرفر بيسيميليت اس اتش سيرفر فولنربل ويب سيرفر سويتش برينتر وفي حاجات ممكن تسيميليت سكادا سيستمز عشان تبقى لورينج بالنسبه للاتاكر انه يخش على الحاجات دي وفي الاخر يطلع لك ريبورت والله الاتاكر استخدم سيكول ماب عشان يخش على الويب ده الفلاني وبعدين بعت سيكول انجكشن على ده وكان بيعمل كويري كذا على الداتابيز فهو مهتم ببيانات مثلا العملاء فالموضوع ده فيه شغل كتير جدا يعني بس انا just for a sample purpose انا عملت SSH honeypot demonstration فهوريكم فيديو بتاعها والحاجات دي الحقيقه بتبقى يعني استخداماتها حلوه جدا لان انت في الاخر انت عامل ماشينز دي ومش مدي البيانات بتاعتها لاي حد فالطبيعي اللي هيخش عليها ده واحد قاصد عمل سكانينج للنتورك عشان يطلع الاي بي ده اصلا وقاصد يخش على الماشين بشكل مش صح يعني فساعتها ابسط حاجه لو حد يحاول يعمل حاجه زي كده انت ممكن تكونفيجر انه وانس ان حد عمل لوجن اتمت يبعت لك ميل فساعتها ايا كان بقى الانسنت ريسبونس تيم او حد في الاي تي يبتدي ياخد اكشن على حاجه بالشكل ده بالمناسبة اللي أنا عملته إن أنا نزلت كي كي عندي ماشين فاكرين دوكر في الدي إم زي نزلت عليها دوكراية واحدة اس اتش هاني بوت فهي في الآخر بتانترفيس بتطلع الأي بي واحد أنا مخليها تفورورد أي بي أربعة نت اللي أنا عملت بيه ناتينج رول بحيث إن اللي هيروح لبورت 50 على 22 اللي هو الديفولت بورت بتاع الاس اتش هيجيت ريدايركتد للدوكر هوست على بورت اللي شغال عليه الاس اتش هاني بوت انا هنا بس مليت ان في اتاكر داخل على ماشين جاب الاي بي فهيحاول يخش عليه باس اتش واخدين مالكم انه 50 و22 مش كاتب الاي بي بتاع الدوكر ولا كاتب البورت اللي طالع بيه الدوكر هو دلوقتي بيكتب كريدنشلز انا في عندي في اللوجز بتاعه الدوكر قاعد جايب لي اليوزر نيمز اللي هو بيدخلها والباسوردز اللي هو بيدخلها وطبعا هو مفيش ولا كريدنشز هيدخلها هدخله في الاخر لان يعني في الاخر انا بسيميليت ان ده اس اس اتش بس هو مش لوجن انا غرض من ده انه قاعد بيجمع كريدنشز عشان تحسوا باهميه الموضوع ده ايه الارتكل اللي انا جبت منها الكلام ده عشان امبلمنته هو واحد فعليا عمل ديبلويمنت للكلام ده بس على كلاود حاجه السيرفر على امازون حط عليه الكلام ده اكسبوز للانترنت سابه حبه اوقات محترمه موجوده جاب 54 مليون باسورد فبقى عنده لسته للباسوردز اللي بتستخدمها عشان يكراك اس اتش وجايه من اي بيز مختلفه في دول كتيره جدا وفعليا في حد تاني عمل حاجه اذكى دخل الكلام ده على لوك ستاش لان ده في الاخر اوتبوت انا اقدر اكونفيجن يخش على لوك ستاش ومن الداشبورد بتاعت كيبانا اقدر يجيب لي كونتريز اللي بتحاول تكراك السيرفر ده فالاقي مثلا في اي بيز داخله من دوله كذا وكذا 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 ممكن يعمل فرذر اناليسيس يشوف الاي بيز اللي جايه منها دي داتا سنترز ولا برايفت كومبانيز ولا حاجات تبع لشركات معينه ده بيقول لك فعليا اي حاجه بتطلع عندك اوفر ذا انترنت بتجت سكان من حاجات كتيره جدا زي شودن وناس كتير عامله برايفت ابلكيشنز بتسكان الانترنت وتحاول تجرب الكريدنشز الويك فده لو حطيته عندك في نتورك انترنالي لو انت عملت بين تيستنج انجيجمنت اول حاجه هتنور معاك المفروض الناس تبقى وصلت له او لو في فيروس اوتوماتيكلي بيحاول سكان انفايرمنت مثلا ويحاول يخش على الاس ام بي عشان اوثنتيكيت فهيجي لك برضه اليرتس بيها فاليوز كيسز كتيره جدا يعني
الحاجات دي على فكره يعني ثلاث سطور والديبلوي الهاني بوت. فكون الحاجه اصلا قايمه على دوكرز بتخلي امبلمنتيشن سهله جدا. والالك ستاك اللي انا نزلتها برضو كنت منزلها على دوكرز، طبعا مش ده الاستخدام الامثل لان الاستك سيرش بيكونسيوم ريسورسز بشكل رهيب، بس للناس اللي عاوزه تقعد تجرب وتتعلم في الموضوع ده الامبلمنتيشن بتاعته بسيطه جدا يعني لو انت عاملها على دوكرز. قبل ما نخش في حته السور هوريكم فيديو بتاع جزء الالك. انا هنا كنت لوجد ان على الداشبورد اللي هي كيبانا في الاخر. اما باجي بكونفيجر وين لوج بيت اللي انتم شايفين الاسم اللي هو حاطط فيه الاندكس نيم اللي فوق على اند بوينت، من ضمن الحاجات الحلوه هو في فايل بيكونفيجر الورك سبيس اللي هو المنظر اللي انتم شايفينه ده عشان كيبانا تعرف تفيجوالايز اللوجز. لانه لو انا مثلا ببص على لوجز بتاعه ويندوز اكيد انا محتاج شارتس مختلفه عن لوجز بتاعه انجن اكس، عن اي اس، عن لوجز كاستم زي اللي احنا شفناها بتاعه الهاني بوت. في كيس بتاعه الهاني بوت ممكن ابقى محتاج داشبورد ما فيهاش غير مثلا النمبر اوف الناس اللي حاولوا يكراكوا، الاي بيز المختلفه بتاعتهم، الفيل ترايلز. ف تقول اوتوماتيكلي بتكونفيجر كيبانا داشبورد انها تطلع لك المنظر ده از بير الحاجه بتاعتها. فانا هنا شايف سامبل مثلا عندي انا اوريدي في الوين لوك بيتس مكونفيجر انه ياخد حاجات بس ليها علاقه بالسكيورتي والابلكيشن وحاجه ثالثه مش فاكرها. فلو انا حبيت انارو داون ان انا عاوز ابص على حاجات السكيورتي هيبتدي يزوم ان عليها، ممكن اشيل الريستريكشن بتاعت تايم ستامب معينه هات لي كل الحاجات اللي على مستوى السكيورتي. فانا عندي في 415 ايفنت متجمعين من ثلاثه ماشينز انا منزل عليهم لوك بيت، والايفنت اي ديز اللي انتم شايفينها دي الايفنت اي ديز بالفريكوينسي بتاعتها. كل ايفنت اي دي ده كونستنت متعرف عند مايكروسوفت. واحده مثلا ممكن تمثل ان ده ويندوز لوجن اتمت، ده ويندوز لوج اوف اتمت، ده سيكول سيرفر لوجن اتمت. فالارقام دي كونستنت متعرفه في مايكروسوفت. طبيعي لو انا في انفورمنت وبامبلمنت الكلام ده اكيد انا مش حافظ الارقام، يعني دي حاجه الراجل بتاع فورنزكس عارفها. فممكن اعمل كاستمايزيشن ان انا اترانزليت الارقام دي للاسم بتاعها فعلا. كل حاجه اكستنسبل بالنسبه لك في الالك ستاك كلها. دي حاجه سريعه انا بختار اني فيجواليزيشن تكنيك اللي هريبريزنت بيه الحاجات دي. فهو مثلا مريبريزنت السورسز بباي شورت، انا ممكن اخليها حاجه ثانيه، كل حاجه كاستمايزد. دي الحته اللي كنت بقول لكم انا اقدر شايف الهوست اللي انا بكونسيوم منها اللوجز وامتى دخلت عندي في النتورك. ولو انا سايب الكلام ده بفتره حته الانوماليز دي هتوضح لي والله انت بقى عندك كريت كبير جدا من لوجنز ما كانش موجود عندك قبل كده، بس دي بتحتاج تريننج. انا ممكن انتراكت مع الاستيك سيرش، اقدر اعمل كويريز ترجع لي داتا واقدر اقول له ايه الداتا اللي انا عاوزك ترجعها لي كنوع من الاوبتمايزيشن. فهو هنا في سامبل للريكوست اللي مبعوت وسامبل للريسبونس اللي اوتوماتيكلي كيبانا بيعملها عشان يجذر الحاجات دي. فده في الاخر سامبل داتا اللي هي في الاخر طلع عندك في كيبانا داشبورد فيجوالايزد وتعرف تتركها. دي متاخده اصلا من ويندوز ايفنت فيور اللي موجوده على الثلاثه ماشينز دول. في حاجه من ضمن الاوبشنز الموجوده هنا حاجه اسمها ديسكفر. اعتبر ان ده السيكوال كويري اديتور بتاعك للناس اللي اشتغلت مثلا على اي سيكوال سيرفر داتابيز او اوراكل داتابيز. انا اقدر اكتب كويري ليها سينتكس معين وسهل جدا وبيأوتو كومبليت وبيطلع لك الحاجه دي عشان ادور على اي حاجه انا عاوزها في اي تفصيله في اي لوج انا جايبه من الثلاثه ماشينز. ف as an example انا مثلا لما تيجي تكتب حاجه هو بيأوتو كومبليت يجيب لك ايه اسم البارامتر نيم اللي انت عاوز تدور بيه، والحاجات دي بتبقى ادجستبل على حسب اللوج ديتا اللي جايه لك عامله ازاي، هي مش حاجات كونستنت. فانا بدور مثلا على الهوست نيم الفلاني جابه منين، زي ما شفتوا كان اوريدي عندي في الهوست ديفايند ان في جاي لي سورس اسم ماشين معينه.
وفلترد على حسب الداتا اللي جايه له برضه. اوكي، فما اقدر احط الكونديشنز بتاعتي، مش محتاجه ليرنينج كيرف، الكويري بسيطه جدا، انا عاوز اجيب الايفنت معين، انا عاوز اجيب كل اللوجن ايفنتس اللي حصلت على الماشينز دي، مطران حاجه زي كده وتابلاي، يبتدي يجيب لك الفريكوانسي كل دي لوجن ايفنتس حصلت على ثلاثه ماشينز، ويبتدي يجيب لك تفصيل كل حاجه فيها ايه، نوع اللوجن تايب، هل الكلام ده كان سكسسفل ولا لا، هل هي امبرسونيشن ليفل ولا حد بيريموتلي لوجن، حاجات سكسسفل ولا حاجات فيلد، كل التفصيله اللي جايه في اللوجز. الكلام ده اما اقعد اجمعه لو حصل اي انسيدنت كونه موجود عندي طول الوقت، اقدر في لحظه افتح كيبانه اطلع كل التفاصيل اللي علاقه باتاك او ثريت حصل في وقت معين، وابتدي افهم الموضوع واحله او فيجوالايز او اطلع بيه تقارير. فالاستخدامات يعني اندلس. اوكي، ده الفيديو الثالث. بالمناسبه هم برضو دخلوا امبلمنتيشن للسي ام فانكشناليتي قريبه فيه، بحيث انه يقدر يكونسيوم سورسز من نتورك سكيورتي ديفايسز، ويديك ايدج شويه اللي هو بتاع اذا كان الاي بي ده اصلا ماليشس ولا لا، فساعتها يقدر يطلع لك في الاناليتكس والله انت عندك ريكويستس ل 15000 ماليشس دومين في اي اكس ايز اتمسكت بينتراكت مع ديفايسز تانية، فبينتجريتوا مع كمية حاجات كتيرة جدا. لو احنا بنتكلم على السكيورتي اوركستريشن، وان يبقى في عندي اوتوميتد ريسبونس، بمعنى انا دلوقتي الهاني بوت اللي انا عاملها دي لقيت ان في اي بي معين بيجرب عليا كمية ديكشنريز رهيبة. الطبيعي في كيس زي كده حتى بالامبلمنتيشنز اللي انا بتكلم عليها، ان يكون في عندي بلجن ممكن تكلم الاستيك سيرش دايركتلي، بتعمل كرون زي كويريز كل شويه، هات لي الاي بيز اللي بتعمل مالشيس اكتيفيتيز. مالشيس اكتيفيتيز دي ممكن يكلم سنورت بلجن الموجوده من سنورت لوجز، يجيب منها الحاجات الممسوكه سيجنتشر وايز، يجيب من الهاني بوت الاي بيز اللي بتحاول تكراك، يجيب من اللوجز بتاعت ويندوز الاي بيز اللي بتحاول تلوجن على ماشينز ثانيه كاس ام بي كراكينج. واقدر ساعتها بما ان انا عندي الكاستمايزيشن، ودي باور بقى بتاعت الاوبن سورس الرهيبه في الحاجات دي، اقدر اقول لسنورت بلوك الاي بي ده. اقدر بما ان عندي مثلا اند بوينت او ابلكيشن نازل على الاند بوينتس بجمع ماتريكس، والله شوت داون الماشين دي، انا انيبل ريموت مانجمنت على الديفايسز وعندي دومين كنترولر، اقدر اخش على الماشين دي اكواير ميموري ايمج عشان الفورنزكس، وانقلها للماشين بتاعت الديفلوبر او ماشين بتاع سوري الانسيدنت ريسبوندر، واخد نتورك كابشر وافضل اسلوج الترافيك بتاعته. ممكن احط رول على بي اف سنس ريدايركت اي ترافيك رايحه من الماشين دي اللي انا بسسبكت ان يكون بيعمل حاجه ماليشس لزون ثانيه، هاني بوت زون، اتراك بقى كل اللي بيعمله على سيكول سيرفر على اي حاجه ثانيه. يبقى هو شايف ان هو شغال عادي، بس هو بيكلم ديفايسز ثانيه مالهاش علاقه بالنتورك اللي فيها، وترانسبيرنت، هو مش حاسس بحاجه، اوتوماتيكلي رول اتحطت على بي اف سنس عملت ريدكشن الترافيك بتاعته كلها. فالاوتوميشن دي بتحتاج kind of scripting حتى في الديفايسز اللي اوريدي فيها اي دي ارز امبلمنتيشن، بتحتاج تكتب كود عشان يعمل حاجه اما يجي لك ايفنت معين. فالكلام ده وانت اصلا شغال اوبن سورس، انت عندك الفلكسبيليتي كلها، اكتب اللي انت عاوزه وتنتراكت مع اي كومبوننت انت محتاجه. في حاجات تانية ممكن اصلا اسكان الماشين اللي بتسكني واعمل عنها ريبورت، كل حاجه بالنسبه لك كاوبشنز مفتوحه يعني. ممكن انزل عندي اوبن سورس تيكت مانجمنت سوفت وير وتريجر عليه انتري اوتوماتيك ان في اي بي فلاني بيعمل كذا، عشان ادي كيس الانسنت ريسبونس تيم وقت ما يجي يبقى عارف ان في كيس يبص عليها، وعنده اللوجز متاخده الماشين وعنده الاي بي وعندي الداتا، وممكن حتى يوديه الداشبورد كيبانه تجيب له كل اللوجز اللي اتاخدت من الماشين اللي حصل منها الاتاك واللي حصل عليها الاتاك. فانت عندك كل حاجه. دي مجرد برين ستورمنج افكار ممكن تحصل في الاخر، دي مختلفه على حسب الانفايرمنت وكل حد عاوز يعمل ايه. طيب ممكن وانا بتكلم تكونوا حسيتوا ان الموضوع سهل وبسيط، بس هو بيبقى فيه تشالنج لما حد يكون عاوز يأدبت اوبن سورس تولز عنده في الانفايرمنت. بتبقى محتاجه تكنيكال ايدج اكتر، لان انت لو جايب حاجه من فيندر انت معتمد ان الفيندر
هيجيب حد يعمل implementation، فانت مش محتاج يبقى عندك deep technical know-how للبوكس فلانية او UTM فلانية او لف فلانية شغالة من جوه ازاي، انت بترست whatever اللي هتطلعه لك. بس من احد الكيسز مثلا، وانا كنت بديبلوي كراك ماب اكزك، هوريكم شوية صور تشرح الحتة دي. انا عشت سمليت حتة ان حد بيحاول يعمل SMB cracking وانت هتشوفه في كبانة. فمن احد الماشينز اللي عليها الويندوز حد جوه الدومين، كنت منزل تول اسمها SMB crack crack map exec. دي فيها فانكشناليتيز كتيره، بس من ضمن الفانكشناليتيز الناس معظمها بتستخدمها عشان بيكراك SMB accounts. فانا كنت بخش على الدومين كنترولر بجرب يوزر بحاول اكراك الباسوردز اللي عليه، فدي كلها لوجن اتمبت، هتسيب لوجز وهتظهر عندي في كبانه. اما نزلت كراك ماب exec، ويندوز ديفندر مسكه على انه ميمي كادز تول، ما مسكوش انه كراك ماب exec. هو فعليا جواه سيجنتشر ميمي كادز، لانه من ضمن الاوبشنز انه يقدر دمب الكريدنشز من ماشين تانية وبيستخدم ميمي كادز موديولز. بس في الاخر اللوج اللي طلع لك ويندوز ديفندر اللي هيطلع لك في كبانه بيقول لك في الاخر ان ده ميمي كادز. فانت هتشوف ممكن تفتكر ان ده حد معاه ميمي كادز تول وتقعد تدور في اتجاه تاني خالص، وايل هو اصلا منزل كراك ماب exec. فمحتاج تبقى تكنيكلي فاهم الحاجات وازاي تعرف ترابل شوت وتوصل للاوريجن بتاع السورس وتنفستجيت فيه. الصوره اللي ده سابها بالنسبه لي في كبانه عشان تبقوا متخيلين اهي، انا حتى هنا بهايلايت على الجزء اللي على الشمال، في عندي عشان هم اربعه باسوردز لحد ما وصل للباسورد الصح، في عندي اربعه انتريز كلهم فيلد لوجنز، كلهم من نفس الويندوز لوج ايفنت اي دي اللي هو 4625. ده الكود بتاع ان حد عمل فيلد لوجن اتمت، وحتى هيبقى جايب لي اسم اليوزر اللي بيحاول يخش بيه. حد شايفه فين؟ اليوزر نيم اللي هو بيحاول يخش بيه. في المسج بيبقى جايب التفصيله بتاعتها. Unknown username or bad password من الدومين، من الدومين كنترول. وهيبقى جايب لك اسم اليوزر حتى اللي هو بيجربه في اللوجن، بس طبعا مش الباسورد عشان الباسورد ما بتبقاش ترانزميتد كلير تكست، بس اليوزر نيم بيبقى موجود. حد على الحاجه الاصفر ده بمناسبه هو الفلترز اللي انا حاططها فوق. يعني انا عملت فلتر على ويندوز سكيورتي اوديتنج لوج، على الايفنت بتاع اللوجن، على الدومين كنترولر. فعشان كده دي الحاجات الصفراء اللي هي الهايلايتد بالنسبه لي. هو في انون يوزر امبوسيبل، بس انا مش شايف اسم اليوزر ايه بالظبط. وانا شايف بس يبقى فيك حاجه موجوده جنبيها. يعني لو انا مشكله بس واخد سكرين شوت من الحته دي، بس في جزء تحت بيجيب لك اسامي اليوزر نيم اللي هو ادمنستريتور اللي انت بتحاول تخش بيه. حاجه من المشاكل الثانيه الموجوده، بي اف سنس مثلا على حسب النتورك بتاعتك وكميه ترافيك اللي هتعدي هتحتاج تادجست هاردوير معين. فالكالكوليشنز دي لو انت اوريدي جايب البوكس او الابلاينس من فيندور، انت بتبقى عارف بالنسبه لك الثروبوت قد ايه، وهو جايب لك الحديد من الاخر، الشيسيز الحديد اللي انت هتشتغل عليه مش فارقه معاك ايه اللي جواه. فلو انت هتكستمايز الكلام ده وتنزله عندك على انفايرمنت، فانت محتاج تبقى عارف الابروبريت هاردوير اللي هتستخدمه. وعشان كده هتلاقي بي اف سنس الشركه اللي عامله سبورت للبرودكت عندها اوبشن انها ممكن تبيع لك الابلاينس اللي نازل عليه بي اف سنس، فساعتها على حسب بقى ما انت تقول لهم ثروبوت هيديك الابلاينس اللي انت عاوزها. نفس الكلام ده على فكره لمعظم الناس اللي عامله برودكتس انتربرايز برضو. حته سهوله استخدامه عامله ازاي؟ انا قعدت 4 ساعات بخبط راسي في الحيط عشان كنت منزل الدوكر ايمج بتاعت الك من حد من الديفلوبرز كان واخد منها برانش وين لوج بيتس، بعد ما مشغله مش عارف يكومنيكيت، مش عارف يكريت الورك سبيس بتاعته على كيبانا عشان فرق فيرجنز. هو بيسبورت فيرجن 7 وانا اخر فيرجن منزلها الكيبانا كانت 7.3.2. في 4 ساعات بدور على النت لحد ما عرفت ازاي، دخلت على الجيت اكونت اللي انا خدت منه الكلام ده لقيته اركايفد، الراجل ما بيبوشش عليه كود. فانا قاعد 4 ساعات بخش في حاجه والراجل اصلا ساب البروجكت يبقى ريتايرد. فروحت الايميجيه الثانيه بتاع الدوكر، حد كان عامل مينتننس كويس نزلتها وهي دي اللي اشتغلت والانتجريشن كانت كويسه. فطول ما انت ماشي في حاجه كاستم، لان الناس كتير جدا شغاله فيها والناس معدله في الحاجات، فممكن تقابلك مشاكل كتيره في الانستوليشن. بس وانس انك وصلت ان بقى عندك السيت اب الكويس، الدنيا بعد كده تبقى ديفنتلي اريح بكتير. حته السبورت دي
هتعكرت كتير في الكوميونتي عشان تدور على سبورت، لان انت في الاخر مش جايب حاجه من فندر. بس ممكن لو انت شركه انتربرايز لازم تدفع فلوس للسبورت عشان لو حصل لك اي مشكله في اي وقت تعرف تكلم شخص يحل لك الحاجه. فده اوبشن موجود في كل التولز اللي احنا اتكلمنا فيها، تقدر مقابل فيز معينه تاخد سبورت وبليفلز مختلفه. هيبقى عندك مشكله الانتجريشن مع البروبريتري بروتوكولز، بمعنى ممكن يكون عندي سكيورتي ديفايس معينه انا عاوز اخد اللوجز بتاعتها، بس لا السكيورتي ديفايس دي بتزق الحاجه زي سيس لوج مثلا، ولا هي بتكسبوز ليك اي بي ايز، فدي بقت بره باوندريز بتاعت الاكستاك بتاعتي. ساعتها ممكن تقول الفندر يقول لك والله عاوز تاخد اللوجينج اشتري ابلاينس فلانيه دي اللي بتجمع لوجز من السكيورتي برودكتس بتاعتي، فدي ممكن تبقى ريستريكشن في انك تستخدم حاجه، لان هو بيستخدم بروتوكول مش بروبريتري، هتقعد تعمل تويكس كتير عشان حاجه بالشكل ده. حته موضوع مالتيبل برانشز وموديفيكيشنز، هتلاقي مثلا لسنورت في 50,000 حد واخد برانش ومعدل في الحاجه، فعشان تختار حاجه الصح الكاستمايزد ليك تحتاج برده شويه تدوير. حته الفيرجن ستابيليتي والفيتشرز، مع كل فيرجن انت بتنتجريت معاها بقى في فيتشرز مختلفه، فبرده ما ينفعش تعملها السنه دي وتقعد عليها 3 سنين بنفس الحاجات، هتحتاج تابجريد، وما تابجريد ممكن تلاقي في ديبندنسي محتاجه شغل اكبر. لو انت جايب الكلام ده من شركه الفندر عليه الكلام ده، انت بتنزل فيرم وير الدنيا عندك تبقى زي الفل، ما بتعدلش في كود، ما بتكريتش حاجات جديده، بتلاقي فيتشرز امبلمنتد وانس انك عملت ابجريد بتاعك. فدي حاجه انت هتعملها مانيولي، لان انت دلوقتي بقيت السيستم مينتينر. تاني مشكله ويعني اخر حاجه هنتكلم فيها حته البروجكت مينتينرز، مين الجروب او الكوميونتي او الشركه المسؤول عن السبورت والديفلوبمنت بتاعه الاوبن سورس بروجكت ده. على قد ما دي تكون حاجه شغاله وليها سكسس ستوريز كبيره، على قد ما يكون عندك ثقه انك تنفست تايم في انك تتعلم البرودكت والتكنولوجي دي، وما تجيش كمان سنه شهرين ثلاثه سته تلاقي الكلام ده بقى اوت اوف سبورت. فدي من ضمن المشاكل عن فيندرز كتير، انت بتبقى عارف ان هيستوري موجوده واستحاله تلاقي كمان سنه هيقفلوا، فانت ضامن انهم موجودين معاك. انا كده خلصت البرزنتيشن، ف لو حد عنده اي اسئله في اللي بتكلم فيه ده بليز قول. في حاجه بس عملتها سكيب، السيكول سيرفر باي ديفولت ما بيعملش اصلا لوجينج للفيلد لوجينز، فلازم تخش تغيرها بنفسك. دي سكرين شوت منها. باي ديفولت سيكول سيرفر هي لوجن السكسسفل لوجنز اونلي تقريبا، فلو في حد بيبوت فورس مش هيبقى عندك اي انديكيتر ان في حد بيحاول يخش على السيكول سيرفر بتاعك. فمن اللوجن سيتنجز بتاعته المفروض تختار بوث فيلد اند سكسسفل لوجنز عشان تعرف مين دخل على السيكول سيرفر، وذر ابلكيشن او شخص، عشان في الاخر الكلام ده يبان لك في كيبانا، والا كيبانا مش هيبقى عنده انتريز لمين بيحاول يخش، لان ده برودكت تاني دلوقتي كلوزد سورس، بس لازم اللوجز بتاعته اقدر اكونسيومها. وباي ديفولت سيكول سيرفر لوجز بتتشاف نيتفلي من جواه مش من ايفنت فيور، بيبقى شكلها كده، يقول لك ان في لوجن ليوزر معين باسورد غلط، فدي اللوجز من جوه السيكول سيرفر. عشان تخلي السيكول سيرفر يبوش اللوجز بتاعته الايفنت فيور عشان وين لوج بيتس ياخد اللوجز دي ويبعتها للاستيك سيرش، بتحتاج تعمل كونفيجريشن، تحتاج تعمل حاجه اسمها سيكول سيرفر اوديت. دي بتيجي عند الاوديت بتكريت الاسم الاوديت بتاعك والفريكوينسي عاوز ياخد كل قد ايه، وبتقول هيروح لانهي ديستنيشن جوه الايفنت فيور. فانا هنا زقوا الابلكيشن، والابلكيشن لوج من ضمن الحاجات الوين لوج بيتس بيجمعها عشان يبعتها للاستيك سيرش. فبالطريقه دي الويندوز سيكول سيرفر لوجز بقت موجوده معايا في اللوجينج ستاك. طبعا لكل وات ايفر داتابيز او ابلكيشن هيبقى فيه شكل او باخر انك تحط الحاجه في ويندوز لوجز يعني، او تبوشها لسيس لوج سيرفر. بس هوب ان البرزنتيشن تكون مفيده واتبسطتوا بيها. لو احتجتوا اي اسئله في الموضوع ده انا هبقى في البوث. في حد عنده سؤال؟ انا استخدمت قبل كده الك، بس كنت عايز اسال سؤال. تقدر تعمل دايناميك اليرتنج عليه؟ يعني مثلا من السيكول سيرفر لو عملت مثلا تقدر تشوف مثلا لو اكتر من فيلد لوجنز من سيم اي بي مثلا تقدر تعمل اليرتنج من عليه؟ ديفاين اليرتنج، يعني انت ممكن تكستمايز ورك سبيس ليوزر انت مكريته مخصوص مثلا، ونفترض الديفلوبرز هم المفروض يمنتينوا حاجه بالشكل ده،
فانا اقدر كريت يوزر واخلي ليه ورك سبيس معينه يشوف بيها الفيد لوجنز على السيكور سيرفرز بتاعته فهي تبقى دايما ريل تايم قدامه في مكان ما شايفها لو انت عاوز اكشن ويتبعت له ميل مثلا او حاجه معينه ساعتها انت بتكستند الموضوع شويه بتخلي حاجه توك على الاستك سيرش على الايفنت ده فكل ما الكاونت بتاعه يتغير تعمل اكشن بقى اللي هو تيفر تبعت ميل اس ام اس بس دي حاجه كاستم انت هتعملها يعني اوكي شكرا عفوا انا موجود في البوث لو حد محتاج يسال حاجه شكرا